السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأبطال، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نديرو تلخيص ديال الدوال الأصلية. دونك بغيتكم تنتابعوا معايا مزيان، غادي نحاول كل دالة درت غادي نحاول نعطي فيها مثال. دونك نتابعوا معايا الله يرضى عليكم. أول حاجة كنهضروا على الدوال الأصلية. خصكم تعرفوا بأن أغلبية ديال الدوال كيكون عندهم دوال الأصلية ديالهم. بحال مثلا غادي نمشيو للدالة الأولانية الدالة، دونك هنا غادي نعودو دائما نديرو الدالة، وهنا نديرو اش؟ نديرو الدالة الأصلية ديالها، سامارش؟ دونك نديرو هنايا الدالة، وهنا نديرو الدالة الأصلية، مزيان. دونك أول دالة غادي نهضرو عليها، غنهضرو على الدالة ديال إكس أوس إن، يعني إلا كان عندي واحد الدالة مكتوبة على شكل إكس أوس إن، كيخصني نعرف بأن الدالة الأصلية ديال إكس أوس إن هي إكس أوس إن زائد واحد مقسمة على ان زائد واحد زائد واحد كونستانت ثابتة، متفقين؟ مزيان. دونك نحاولوا نديروا واحد المثال وغادي تفهموني مزيان. مثال غادي نعطيو مثلا واحد الدالة اف دو اكس كتساوي اكس اس 4. دونك في هذه الحالة شنو هي الدالة ديالنا؟ هي اكس اس ماذا؟ اكس اس 4. دونك شنو هي ان ديالنا؟ ان ديالنا هي 4. اذا غادي نقولوا بان الداله الاصليه لي اش لي اكس اس 4 هي اش؟ كنرمزوا لها باف دو اكس كبيره. شنو هي ان ديالنا؟ هي 4. دونك غادي نجيو لهذا المثال وغنعود الداله الاصليه اللي عندنا في القاعده ديالنا، وغادي نعوضوا ان ب 4، يعني هي اش اكس اس 4 اللي هي ان زائد ماذا؟ زائد واحد على 4 زائد واحد زائد واحد الثابته، هذه الثابته كتكون دائما. اذا في هذه الحاله اشنو هي اف دو اكس؟ الداله الاصليه هي اكس اس ماذا؟ اس 5 على ماذا؟ على 5 زائد واحد الثابته. دونك هذه هي الطريقه باش كنخرجوا الداله الاصليه. يعني كقاعده مثلا عطيتك واحد الداله اللي هذا مثال اخر، هذا مثال اخر مثلا، عطيتك واحد الداله اف دو اكس مثلا هي اكس اس 8، خاصك تعرف انت بان الداله الاصليه ديالها اف دو اكس هي غتزيد واحد ونقسم عليها، عاوتاني هي اكس اس 8 زائد واحد هي 9 على 8 زائد واحد هي 9 زائد واحد الثابته، متفقين معايا؟ دونك هذه هي الداله الاولانيه اللي كيخصنا نعرفوا الداله الاصليه ديالها، مزيان. من بعد غادي نهضروا على دالة أخرى. الدالة الأخرى هي اش؟ هي إلى عندي واحد على جذر ديال إكس، عندي واحد على جذر إكس، واحد على جذر ديال إكس. دونك هادي الدالة ديالها الله يرضي عليكم هي اثنان جذر ديال ماذا؟ اثنان جذر إكس زائد ماذا؟ زائد واحد ثابتة، اثنان جذر إكس زائد واحد ثابتة. هادي خاصية ما فيها حتى شي مثال هكا دايرة، أن سور غاسين دو إكس الأصلية ديالها هي جوج جذر إكس زائد سي. بزاف منكم غادي يبغي يسولني يقول لي أستاذ هاد الدالة الأصلية منين كتجي؟ شنو هو الأصل ديالها؟ أنا نقول لك الأصل ديال الدالة الأصلية، بحال مثلا كنديرو تنشدو هاد الدالة الأصلية درنا لها الاشتقاق كنلقاو هذا. بحال مثلا إلا مشيتي درتي لهادي هاهي هاد إكس أس 5 على 5 درتي لها الاشتقاق غتعطيك 5 إكس أس 4 على 5، بتختزل 5 مع 5 بتبقى إكس أس 4 اللي كانت. مثلا درتي الاشتقاق لهادي، الاشتقاق ديال جوج جذر إكس هي واحد على جذر ديال إكس، دونك كتكون غادية بهالطريقة هادي. من بعد الله يرضي عليكم غنهضرو على الدالة الأخرى. شنو هي الدالة الأخرى؟ واحد على ماذا؟ واحد على إكس أس 2، واحد على إكس أس 2. شنو هي الدالة الأصلية ديال واحد على إكس أس 2؟ هي ناقص واحد على إكس زائد ماذا؟ زائد ثابتة. ديما في الدالة الأصلية كيخصنا نزيدو ماذا؟ نزيدو واحد الكونستونت. عقلوا الله يرضي عليكم بأن هادو تيتسماو دوال اعتيادية، هي فين مكتوبة عندي هنايا، هادو راه عبارة عن دوال اعتيادية، يعني الدوال الاعتيادية كيخصني نحفظهم باش نبقى عاقل عليهم ونعرف كيفاش نخدم بهم، مزيان. دونك الدالة الأخرى اللي غادي نهضرو عليها هي مثلا هي الدالة ديال واحد على الدالة ديال اكسبونونسيال اكس. دونك ردوا معايا البال، خصنا نعرفوا بأن الدالة ديال اكسبونونسيال اكس اشني الدالة الأصلية ديالها هي نفسها اكسبونونسيال اكس
زائد ثابته. عقلوا على هذه الخاصيه اللي كنقول لكم مزيان، ان الداله ديال الاكسبونونسيال الاصليه ديالها هي نفسها زائد واحد الكونستانت. علاش؟ حيتاش اللي شدينا هذا الاكسبونونسيال اكس ودرنا ليه الشقاق غادي نلقاو نيت اكسبونونسيال اكس. اكسبونونسيال اكس الشقاق هو اكسبونونسيال اكس، الشقاق ديال شي حاجه ثابته هو ماذا؟ هو صفر. دونك بقات ليا وحده كنحاول نعطيكم هذوك باش غادي نخدموا في الباك، هما اللي غادي نعطيهم علاش نعطي دوك الاخرين. مثلا عندي الداله ديال واحد على ماذا؟ واحد على اكس. دونك عقلوا معايا، الداله ديال ماذا؟ ديال واحد على واحد على اكس. خصنا نعرفوا بان واحد على اكس الداله الاصليه ديالو هي ماذا؟ هي ln دو اش ln دو اكس زائد ماذا؟ زائد ثابته. كالعاده الا عرفتوا راه قلنا الاشتقاق ديال ln دو اكس هو واحد على اكس، يعني فاش كنجي من هنا لهنا كندوز الاشتقاق، من هنا لهنا كندوز الاصليه. دونك الله يرضي عليكم، هذه الدوال هما الدوال الاعتياديه اللي غير خصكم تكونوا واخدين وخصكم تكونوا عارفين تخدموا بهم وتكونوا ضابطينهم مزيان. دونك نحاولوا نديروا واحد المثال من تلقى منه غادي تفهموا لي اشنو كندير. مثلا مثال غادي نعطيك واحد حديد، مثلا حديد الداله الاصليه، الداله الاصليه للداله اف دو اكس صامارش، وغادي نعطيك اف دو اكس تساوي f دو x كتساوي مثلا x أس 4 زائد 1 على x زائد مثلا اكسبونونسيال x صافي بحال هكا. هادي دالة وبغينا نعرفو شنو هي الدالة الأصلية ديالها. دونك كنمشي دقة دقة، الدالة الأصلية قلنا كنرمزو لها بماذا؟ ب f دو x. دونك الدالة الأصلية شنو هي الدالة الأصلية ديال x أس 4؟ الدالة الأصلية ديال x أس 4 قلنا كنزيدو واحد ونزيدو واحد ونقسمو عليه، يعني هي اكس اس 4 زائد 1 على اكس اس 4 زائد اسمحوا لي على 4 زائد 1. متفقين معايا؟ شنو هي الداله الاصليه ديال 1 على اكس؟ ها هي الداله الاصليه ديال 1 على اكس هي ماذا؟ هي ln دو اكس، يعني زائد ماذا؟ ln دو اكس زائد شنو هي الداله الاصليه ديال اكسبونونسيال؟ هي اكسبونونسيال اكس. بزاف منكم غيسولوني واحد السؤال، باقا لك الثابته، كنديروا زائد سي، ولكن استاذ راه عندك هنا ثابته وهنا ثابته، يعني راه عندك ثلاثه توابيت كنجمعوهم في وحده. عقلوا على هذه الهضره اللي قلت، تنجمعوا التوابيت كاملين في ثابته وحده. متفقين معايا؟ مزيان. دونك في هذه الحاله اش غتولي عندي؟ اف دو اكس غتولي عندي اف دو اكس كتساوي هي ماذا؟ هي اكس اس 5 على 5 زائد ماذا؟ زائد ln دو اكس زائد اش اكسبونونسيال اكس زائد واحد الكونستانت. دونك بهذه الحالة احنا لقينا الدالة الأصلية ديال هاد الدالة اللي عندنا. متفقين معايا؟ مزيان. دونك الأبطال أنا هاد الدرس هذا ديالي قسمته لجوج ديال الفقرات، قسمته لواحد الفقرة سميتها الدوال الاعتيادية، وواحد الفقرة أخرى غادي نسميها العمليات حول ماذا؟ حول الدوال الأصلية. دونك هذه الدوال الأصلية الاعتيادية، عندي واحد الفقرة أخرى غادي نسميها اش؟ غادي نسميها، غادي نسميوها فقرة واحد. عندي واحد الفقرة جوج غنسميها عمليات حول الدوال الأصلية. دونك غادي نديرو بعض العمليات حول الدوال الأصلية، وهذا الله يرضى عليكم هما اهم ما كاين في هذا الدرس كامل، هما هاد العمليات حول الدوال الاصليه هما اللي كيتحطوا في الوطني. دونك الله يرضى عليكم بيتكم تردوا معايا البال مزيان، غادي نحاول كل عمليه بغيت ندير غادي ندير معكم فيها مثال باش تفهموني وتفهموني مزيان. دابا هنا ما كاينينش دوال اعتياديه، كاينين عباره عن دوال كبار، بحال مثلا نفس الحاجه غادي نديروا هنايا الداله، وهنا غادي نديروا الداله الاصليه ديالها. متفقين؟ دونك ردوا معايا البال. اول داله هي او بريم مضروبه في ماذا؟ مضروبه في او اس ان، يعني الا عندي اشتقاق ديال شي داله في او اس ان. هنا غترد معايا البال بشويه وانا غادي نحاول نزيد طي لك الامور وغتفهمني مزيان ان شاء الله. دونك في هذه الحاله هذه الداله هذه شنو هي الداله الاصليه ديالها؟ الداله الاصليه ديال هذه الداله هي واحد على ماذا؟ على ان زائد واحد. متفقين معايا؟ في او اس ان زائد واحد زائد واحد الكونستانت. والصدر هذا الشيء تيبان ليا مرون، لا ما مرونش، رد معايا البال وانت غادي تفهمني. غادي نحاول نعطيك واحد المثال، مثال غادي نعطيك مثلا واحد مثلا اكس اس 2 زائد 3 ياك اس 4
وهنايا 2 اكس دونك هذه هي الداله هذه غادي نسميها انايا اف دو اكس دونك غتكون واحد اف دو اكس كتساوي 2 اكس في اكس وستان زائد 3 على كل اس 4. انا هنا كيخصني نرد البال باش نعرف شنو هي اف كبيره ديالي اللي هو اللي هي الاصليه. في هذه الحاله لا رديتي البال الوغ شنو هي غادي نعاودي نوضح هذه الامور هذه شنو هي هذه ردوا معايا البال كنجي كنطلب واش هذا إلا درت ليه الشقاق يعطيني 2 إكس نعم حيتاش الشقاق ديال إكس أس 2 هو 2 إكس والشقاق ديال 3 هو زيرو يعني في هاد الحالة هاد الشي راه هو أش هاد الشي راه هو إكس أس 2 زائد 3 بريم مضروبة في إكس أس 2 زائد 3 أس 4 ما فهمناش يا أستاذ راني ما درت والو شنو هي الشقاق ديال إكس أس 2 هو 2 إكس والشقاق ديال 3 هو زيرو ما كايناش يعني هذا راه هو هذا ولكن دابا استاذ علاش درتي انت هادشي درت هادشي غير باش نبين لك بان هذا راه هو هذا يعني هذا راه اي وهذا راه اي يعني راه عندي اي بريم في اي اس ان متفقين مادام عندي اي بريم في اي اس ان اذا في هذه الحاله شنو غادي يوقع عندي رد معايا البال اذا في هذه الحاله غادي نقولوا بان اف دو اكس يعني الداله الاصليه هي اللي كتطبق على هذه القاعده غير الله يرجع لكم شنو هي ان ديالنا حنا في هذه الحاله ان هي هذه يعني ان ديالنا في هذه الحاله هي ماذا هي 4 اذا في هذه الحاله راه الداله الاصليه غادي تكون هي 1 على ماذا خصني نطبق هنا ان غنعوضها بماذا ب 4 زائد 1 متفقين في اش في او شنو هي او هي اكس اس 2 زائد 3 اس ان زائد 1 يعني اس 4 زائد ماذا زائد 1 يعني في هذه الحاله هذه غادي نستنتجوا بان اش بان اف دو زائد ثابتا نسيتها نستنتجوا بان اف دو اكس راه كتساوي 1 على 5 في اكس اس 2 زائد ماذا زائد 3 الكل اس ماذا الكل اس 5 زائد 1 اش 1 الثابته متفقين معايا الابطال دونك احنا لقينا الداله الاصليه نعطيو مثال 2 دونك هذا مثال 1 نعطيو مثلا مثال 2 دونك مثال 2 ردوا معايا البال شنو غادي ندير فيه غادي ندير مثلا غادي نعطي واحد اكس اس 2 3 اكس اس 2 زائد 4 ياك هذه اف دو اكس الله يرضي عليكم هذه اف دو اكس هذا الشيء مضروب في ماذا شوف معايا مزيان الله يرضي عليك هذا الشيء مضروب في اكس اس 3 اكس اس 3 زائد 4 اكس الكل اس 5 هذه هي الداله ديالنا وهذه الداله انا بغيت لها داله اصليه ديالها دونك ردوا معايا البال الله يرضي عليكم باش تعرفوني شنو كندير في هذه الحاله هذه في هذه الحاله كيخصني نعرف انا شنو هي الداله ديالي غادي نعود انا نوريكم القالب الله يرجعك كنتيقن واش هذا الشيء الا درتي الشقاق غنلقى هذا الشيء شنو هو الشقاق ديال اكس اس 3 هي 3 اكس اس 2 صحيح شنو هو الشقاق ديال 4 اكس هو 4 يعني على هذا الحساب هذا الشيء هذا راه هو اش راه هو اكس اس 3 زائد ماذا زائد 4 اكس اشتقاق ياك ولا لا مضروب من اشتقاق مضروب هذا الشيء في اش اكس اس 3 زائد 4 اكس الكل اس ماذا اس 5 يعني في هذه الحاله راه عاود ثاني هذه يا استاذ راه هي او بريم وهذه راه هي اش راه هي يعني او بريم الشقاء هادشي درت لي بريم وهذا دونك في هذه الحاله اذا شنو غتكون عندي الداله الاصليه في هذه الحاله كنطبق نفس القاعده اذا اف دو اكس اش بتساوي ليا بتساوي ليا واحد هي القاعده الله يرضي عليكم ما خصنيش ننسى القاعده باش كنخدم ديما هي واحد على شنو هي ان ديالنا 5 5 زائد 1 هي 6 ياك شنو هي او ديالنا هي اكس اس 3 زائد 4 اكس الكل اس ان ان زائد 1 يعني 5 نزيد عليها 1 هي 6 زائد كونستانت متفقين معايا الابطال دونك حاولوا عافاكم تفهموا دونك هذه هي الخاصية والطريقة باش كنستعمل هاد الخاصية تفهمنا سيدنا دونك الله يرضي عليكم دابا غادي نحاولوا نشوفوا تتمة ديال هادشي دونك ردوا معايا البال عافاكم دابا غادي نكمل الله يرضي عليكم فاش غادي نكملوا غنهضروا دابا على ايش غادي نهضروا على خاصية أخرى نقسم السبورة الله يرضي عليكم السبورة اللي هي الورقة عندي في هاد الحالة هادي دونك غتسترطوا معايا البال الله يرضي عليكم وحاولوا تنتبهوا اكثر واكثر باش يلاه تفهموا مزيان انا ندوزوا دابا للاخرى الاخرى اش كتقول لي ها نفس المنطق عاوتاني غادي نحطوا هنايا الداله ونحطوا هنايا الداله اش الاصليه متفقين
دونك هي لاحظت انا دابا الداله هي U بريم على ماذا؟ على جذر ديال U. في هذه الحاله بدكم تعرفوا لي بان الداله الاصليه ديالها هي 2 جذر ديال U زائد ثابت يعني زائد كونستانت. مزيان استاذ. نعم دير لي مثال الله يرضي عليك استاذ باش نفهم. مرحبا غنعطيك مثال. غنعطيك مثلا واحد الاف دو اكس. مثال غنعطيك واحد الاف دو اكس كتساوي مثلا 3 على جذر ديال 3 اكس زائد 4. متفقين معايا؟ مزيان. دابا حنا في هذه الحاله هذه ردوا معايا البال عافاكم. هذا مثال رقم واحد. مثال في هذه الحاله غنشوف هذه. دونك هاد القواعد اللي كنعطي دابا الله يرضي عليكم راه خصهم يتحفظوا تيتحفظوا. دابا مثلا اف بريم دو اف اف دو اكس غادي نجيو نشوف هاد الشيء اللي في المقاله درت ليه الشقاق. واش هو هذا؟ شنو هو الشقاق ديال 3 اكس زائد 4 هو 3. اذا على هاد الحساب راه هاد اف دو اكس غنقدر نكتبها على شكل اش؟ على شكل 3 اكس زائد 4 بريم مقسمه على ماذا؟ على جذر ديال 3 اكس زائد ماذا؟ زائد 4. مزيان. اذا ثلاث جذر 3 اكس زائد 4 الشقاق هو 3. يعني بحال قلتي راه هذا الشيء هذا فاش طحنا طحنا في واحد او بريم على اش؟ على جذر اي. وشنو هو الشقاق ديال او بريم على جذر اي؟ و او ديالنا هي 3 اكس زائد 4 يعني الشقاق الاصل دي الاصليه ديالها هي جوج جذر اي و او ديالنا هي 3 اكس زائد 4. اذا في هذه الحاله اف لدرت اف كبيره عرف راه الاصليه هي اش؟ هي 2 جذر او. وشنو هي او ديالنا؟ او ديالنا هي 3 اكس زائد 4 وما نساوش ثابته ثابته ما كنحددوهاش. تفاهمنا؟ دونك هذه شنو هي؟ هذه هي الداله الاصليه. نعطيو مثال اخر باش تفهموني مزيان. دونك نديرو مثال مثال 2. غادي نعطيك واحد الداله اللي هي مثلا اف دو اكس كتساوي جذر ديال مثلا ديال ما عرفتش شنو نكتب ديال 3 اكس اس 2 زائد 7. هنا غادي نكتب مثلا اكس هنا غادي نكتب 6 اكس. مزيان. دونك غادي نمشي نشوف الداله الاصليه نفس المنطق الله يرضي عليكم كيخصني نتقن واش هذه هي الاصليه واش هذا الشيء اللي درت ليه الشقاق غنلقى هذا. شنو هو الشقاق ديال 3 اكس اس 2 هو 6 اكس حيتاش اكس اس 2 الشقاق ديالها هو 2 اكس مع 3 هي 6 اكس و7 راه 0. اذا راه هاد اف دو اكس هي اش؟ هي 3 اكس اس 2 زائد 7 اشتقاق مقسمه على جذر ديال 3 اكس اس 2 زائد ماذا؟ زائد 7. المنطق راه هو هذاك نطال الابطال. هذه شكون هي؟ هذه راه هي او بريم وهذه شكون هي؟ راه جذر ديال او. اذا او ديالنا هو هذا الشيء اللي بين قوسين. اذا اف دو اكس ديالنا هي اش؟ هي 2 ديال القاعده جذر ديال او اللي هي 3 اكس اس 2 زائد ماذا؟ زائد 7 زائد 1 الثابته. تفاهمنا الابطال؟ دونك هذه هي الخاصيه الاخرى اللي عندنا في الدوال الاصليه. متفقين؟ دونك دابا غادي نمشيو نعاودو نديرو خاصيه اخرى. شنو هي الخاصيه الاخرى اللي غادي نديرو؟ هي الى عندي او بريم ردوا معايا البال. الخاصيه الاخرى الى عندي او بريم ياك مقسمة على ماذا؟ مقسمة على U أس 2. دونك هنا ردوا معايا البال. U بريم مقسمة على U أس 2. شنو هي الدالة الأصلية ديال U بريم مقسمة على U أس 2؟ هي ناقص هي نكتبها بحمر نيت. هي ناقص واحد على U زائد ثابتة. دونك هنا عافاكم بداو تردوا معايا البال. هنايا راه عندي U بريم على جذر U. هنا راه عندي U بريم على U أس 2. نحاولوا نديروا واحد المثال وانطلاقا من المثال غادي تفهموني شنو باغي ندير. دونك ردوا معايا البال عافاكم. دونك نديروا مثال مثال سوبوزون عندي غنديروا جوج الامثله. دابا مثلا عندي 6 اكس زائد 4 الكل اس 2 وهنايا شنو عندي؟ عندي 6. دونك هذه هي الداله ديالي اف دو اكس. بغيت انا دابا الاصليه غنتقن واش هذا الشيء اللي عندي هنا هو اشتقاق. هذه الطريقه اللي كندير اف بريم دو اكس هي اش؟ ديروا لي الشقاق ديال هذا هو 6 نيت يعني هذا راه هو 6 اكس زائد 4 اشتقاق على ماذا؟ على 6 اكس زائد 4 اس 2. يعني دابا راه حنا طحنا في اش الدراري؟ راه حنا طحنا في واحد الاو بريم. ها هي او بريم على اش؟ على اي اس 2. يعني اي بريم على اي اس 2 اي بريم على اي اس 2 الاصليه ديالها هي ناقص واحد على ماذا؟ ناقص واحد على اي. واي هي هادشي اللي مدور عليه. اذا
f de x ديالنا هي ماذا؟ هي u بريم على ناقص واحد على اي ناقص واحد على u. وشنو هي u؟ هي 6x زائد 4 بلا اصليه، متفقين معايا؟ بلا اس 2 زائد واحد ثابته. دونك ها حنا لقينا الداله الاصليه ديالنا، متفقين معايا الابطال؟ دونك هذا مثال اش، هذا مثال واحد. نديرو عاوتاني مثال اثنان باش هادشي يبان مزيان، صامارش؟ مزيان. دونك مثال جوج شنو غادي ندير فيه؟ غندير مثلا عندي واحد ال f دو x كتساوي ليا مثلا x أس 6 زائد x أس 5 الكل أس 2. هنا عندي 6x أس 5 زائد 5x أس 4. هنا غادي نرد البال عاوتاني ونشوف في هذه الحالة شنو هي. غادي نشوف هذا الشيء واش الاشتقاق ديالها هو هذا الشيء. إذا غنكتب هانيت هي f دو x. شنو هو الاشتقاق ديال x أس 6؟ هو 6x أس 5، كتهبط 6 ونقصوا واحد. الشقاق ديال x اس 5 هو 5 x اس 4، يعني داك الشيء راه هو هذاك. يعني في هذه الحاله هذا الشيء راه هو x اس 6 زائد x اس 5 اشتقاق، حيتاش الشقاق ديال هذا الشيء راه هو هذا البسطنيط على x اس 6 زائد x اس 5 الكل اس 2، متفقين؟ اذا في هذه الحاله راه نفس المنطق عاوتاني. راه عندي اش الدراري؟ عندي هذه هي u بريم وعندي هذه هي اش، هي اي اس 2. دونك شنو هي الداله الاصليه؟ اذا شنو هي الداله الاصليه؟ f دو x في هذه الحالة غتكون هي ناقص واحد على x أس 6 زائد x أس 5 زائد واحد اش، واحد الثابتة، متفقين معايا الأبطال؟ دونك ما بقاش لينا بزاف، بقاو لينا تقريبا جوج ونكونوا سالينهم. غتردوا معايا لبال الله يرضي عليكم وتكونسونطرو معايا ومزيان عافاكم. ألوغ غادي نمشيو دابا للأخرى. الأخرى شتقول لي؟ كتقول لي إلا كانت عندي واحد U بريم، هاد المرة غير على U ماشي على إي أس 2. دونك إلا كانت U بريم على إي أس 2 راه الأصلية ديالها هي ناقص واحد على إي، و U بريم على U راه الأصلية ديالها هادي اللي بغيت تكثر ديال البال ألان ديال القيمة المطلقة ديال U، حيتاش معرفناش داك إي واش موجب ولا سالب، زائد واحد الكونستونت. دونك هادي كتحط في الوطنيات وبزاف. غنحاولو نعطيو مثال، غادي غنعطي عليها ثلاثة ديال الأمثلة ولا جوج ولا غير جوج ماشي مشكل. مثال فرضا عندي واحد إف دو إكس، عندي واحد إف دو إكس كتساوي ستة على مدى على ستة إكس زائد سبعة. دونك ردوا معايا البال في هاد الحالة هادي، واش هاد ستة إكس زائد سبعة الشقاق ديالها هو ستة؟ يعني في هاد الحالة راه إف دو إكس راه هي مدى، هي ستة إكس زائد سبعة اشتقاق مقسم على ستة إكس زائد مدى زائد 7، متفقين؟ حيتاش الشقاق ديال 6 اكس زائد 7 هو 6، يعني عندي اش، يعني راني طحت في اش، طحت في U بريم على مدى على U، على U. والقاعدة اش تقول لي؟ إلا عندي U بريم على U، U بريم على U، راه الألين هذاك ياك ولا لا؟ و U هي اللي عندي اللي معاودة هي 6 اكس زائد 7، إذا اش، إذا راه F دو X ديالنا هي اش، هي ألين ديال القيمة المطلقة ديال 6 اكس زائد 7. قيمة مطلقة عفاكم زائد واحد ثابتة، متفقين معايا؟ دونك علاش درتي الالين أستاذ؟ حيتاش الشقاق ديال U بريم على U هو الالين ديال ديك U، و U ديالنا حنا هي 6 إكس زائد 7. حاولوا تخدموا عقلكم شوية باش تقدروا تفهموا. الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم الأبطال لما تكون سونطراو معانا. راه حنا كنضربوا تمر على واحد اللعيبة سميتها باك فان فان، وما غاديش نزقلوها إن شاء الله. جو سوي سور اي سيغتان، تفقينا الابطال؟ دونك الله يرحم لكم الوالدين، ردوا معايا البال. الوغ ارى لي هدايا، خسرنا الورقه، هادشي مشكله، ارى لي ماشي مشكل. الوغ نديرو دابا مثال اثنان. مثال اثنان اش كيقول؟ مثلا عندي واحد الاف دو اكس كيساوي ليا، اش كيساوي ليا؟ كيساوي مثلا اكس اس 2 زائد 4، متفقين معايا؟ مقسمه على ماذا؟ على واحد على 3 اكس اس 3 زائد ماذا؟ زائد 4 اكس. يلا ردوا معايا البال عافاكم في هذه باش نتفاهم. دونك ارى ليا غادي نتناقش مع هذه، شنو هو الشقاق ديال هذه؟ شنو هو الشقاق ديال اكس اس 3؟ هو 3 اكس، 3 بطبط هنايا هي 1 على 3 ياك ولا لا؟ حيتاش هذه شنو هو الشقاق ديال 1 على 3 اكس اس 3؟
3 بتهبط هنايا بتولي 1 على 3 في 3 في اكس اس 2 1 على 3 في 3 بتمشي بتبقى غير بتبقى غير اكس اس 2 تفهمنا لما فهمتوهاش هي 1 على 3 اكس اس 3 زائد 4 اكس الاشتقاق ديالها واش هي 1 على 3 الاشتقاق ديال 3 اكس اس 3 هو 3 اكس اس 2 الاشتقاق ديال 4 اكس هو 4 بتصير 3 مع 3 بتبقى اكس اس 2 زائد 4 يعني هذا نيت راه هو الاشتقاق ياك ولا لا اذا اش إذن رانيت رانيت اش رانيت واش فهمتوا هاد العباره اللي درت ولا لا اذا رانيت اف دو اكس غنقدروا نكتبوها على شكل اش على شكل 1 على 3 ما اش واحد نعاود عافاكم هنايا اذا اش اذا راه اف دو اكس غنقدر نكتبها على شكل اش نقدر نكتبها على شكل 1 على 3 اكس اس 3 زائد ماذا 4 اكس اشتقاق حيت هادشي اللي درت ليه الاشتقاق الا درت ليه هادشي الاشتقاق راه غنلقى هذا نيت متفقين معايا ولا لا مزيان على اش على 1 على 3 اكس اس 3 زائد ماذا زائد 4 اكس دونك او بريم على او اذا اش الا كانت او بريم على اي اذا شنو تكون عندي اف دو اكس بتكون عندي اف دو اكس هي الان ديال لا فالور ابسولو ديال 1 على 3 اكس اس 3 زائد اش زائد 4 اكس زائد 1 ثابتا متفقين معايا الابطال ولا لا ما عرفتوش فهمتوني ولا لا ولكن راه كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي كندير مزيان حيتاش او بريم على او الاصليه ديالها هو الالان متفقين سيدنا مزيان دونك سيدنا تقريبا بقات لينا وحده وغادي نكونوا سالينا اللي بقى لينا دابا هو اش هو ليكسبونونسيال دونك ردوا معايا الان كيف كتعرفوا جميع بان الاصليه ديال ليكسبونونسيال هي الاكسبونونسيال زائد كونستانت ولكن في هذه الحاله الا عندي انايا في الداله ديالي الا عندي في الداله واحد الاو بريم اكسبونونسيال او الا كان عندي في الداله او بريم اكسبونونسيال او راه الاصليه ديالها هو اكسبونونسيال او زائد ماذا زائد كونستانت كيفاش يا استاذ فرضا نعطيو امثله باش تفهموا دابا مثلا مثال عندي واحد 3 اكسبونونسيال 3 اكس زائد 4 متفقين دونك هذا الشيء هذا هذه هي اف دو اكس مثلا هذا الشيء هذا ممكن نردو هو اف دو اكس واش هو 3 اكس زائد 4 بريم ياك مضروبه في اكسبونونسيال 3 اكس زائد 4 حيتاش 3 اكس زائد 4 بريم هذه راه بريم الله يرجع لكم هذه راه بريم 3 اكس زائد 4 بريم هو 3 ياك ولا لا اكسبونونسيال يعني حنا فاش طحنا طحنا في واحد الاو بريم اكسبونونسيال او وشنو هي الاصليه ديال او بريم اكسبونونسيال او هي اش هي اكسبونونسيال او اللي هي 3 اكس زائد 4 زائد ماش زائد كونستانت متفقين معايا نعطي مثال اخر فرضا عندي واحد اف دو اكس كتساوي مثلا واحد 3 اكس زائد 4 ياك اكسبونونسيال ديال شحال اكسبونونسيال 1 على 3 اكس اس 1 على 4 اكس اس 4 ما عرفتش شنو ندير سمحوا لي نعاود المثال عندي واحد اف دو اكس كتساوي مثلا اكس 2 اكس زائد 7 وهذا الشيء هذا اكسبونونسيال 1 2 1 اكس 1 اكس اس 2 زائد 7 زائد 7 اكس اكسبونونسيال اكس اس 2 زائد 7 اكس دونك ردوا معايا بالله يرجع لكم هذا البلان هذه راه اكس اكس او كاري زائد 7 اكس في هذه الحاله شنو عندي هذا الشيء هذا الشيء هو اف دو اكس غرد البال شنو هي هذه هذه هي اكس اس 2 زائد 7 اكس اللي رديتو البال حيتاش الاشتقاق ديال اكس اس 2 الاشتقاق ديال اكس اس 2 هو 2 اكس الاشتقاق ديال 7 اكس هو 7 متفقين اكسبونونسيال اكس اس 2 زائد ماذا زائد 7 اكس ليسونسيال عافاكم في هذا الشيء هو نلقاو نفس الحاجه داكشي اللي عندي هنا هو اللي يكون عندي هنا متفقين دونك هذه اللي طحنا فيها هي او بريم اكسبونونسيال او يعني في هذه الحاله اذا في هذه الحاله شنو هي اف دو اكس الداله الاصليه ديالي في هذه الحاله هي اش هي اكسبونونسيال او و او ديالنا هي اش هي اكس اس 2 زائد ماذا زائد 7 اكس زائد 1 الثابته اللي هي الكونستانت اللي حنايا كنهضروا عليها دونك الابطال الحوايج اللي كيخصكم تشدوا الله يرحم لكم الوالدين هما هاد العمليات اللي كنديروا خاصكم تكونوا ضابطينهم يعني خاصكم تكونوا ضابطين وضابطين مزيان ان الاصليه ديال او بريم مضروبه في او اس ان هي اش هي 1 على ان زائد 1 1 على ان زائد 1 اي اس ان زائد 1 زائد 1 الكونستانت وتعرفوا بان الاصليه ديال او بريم على الجذر ديال او هي اش هي 2 جذر ديال او زائد 1 الكونستانت وان الاصليه ديال او بريم على اش على اي اس 2 هي اش هي
ناقص واحد على U زائد كونستانت. وتعرفوا بأن الأصلية ديال U بريم على H على U هذه راهي الألين ديال القيمة المطلقة ديال U زائد كونستانت. والأصلية ديال U بريم إكسبونونسيال U هذه راهي إكسبونونسيال U زائد كونستانت. دونك هادو هما العلاقات اللي كيخصكم تكونوا ضابطين. نتمنى الأبطال تكونوا فهمتوا وتشوفوا في فيديو آخر إن شاء الله. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.